لهذه الوصفة سوف أحتاج إلى نصف كيلو لوبيا أو فاصوليا خضراء. إذا توفرت لديكم اللوبيا أو الفاصوليا العريضة استخدموها من الأفضل. لدي هنا 4 حبات طماطم بدون قشر. الطماطم يجب أن تكون يعني نوع ليست يعني قاسية بل لينة نوعا ما. نحتاج إلى نصف كوب زيت زيتون. نحتاج إلى 2 حبات وسط بصل على هذا الشكل. نحتاج إلى رأس توم أو ما يعادل 10 فصوص توم. نحتاج إلى فلفل أسود وإلى الملح. في طنجرة نضع الفاصوليا، نضع المكونات كلها مع بعض. البصل والثوم ثم زيت الزيتون، نضع الملح حسب الذوق، نضع نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود ونخلط الكل. سوف أخلط ثم أضعها على نار هادئة حتى تنضج الفاصوليا. سوف أتركه على النار نار هادئة تنضج الفاصوليا.